عم نحاول دائما نكون معكم، نستمر برصد جميع تداعيات الزلزال لمد يد العون عبر المساعدات الانسانيه وعبر التغطيه المستمره، ومن خلال ايضا المحافظه بمحافظه اللاذقيه لمعاينه جميع البيوت اللي تضررت، لانه في كثير من الناس لسه بعدها خارج منازلها خايفه ترجع لبيوتها لانه ممكن هي مهدده بالانهيار. صحيح نور، يمكن هي احد الصعوبات الكبيره اللي هلا عم تواجه اغلب المحافظات المنكوبه، واللي هي البيوت اللي لسه ما تقيمت بشكل نهائي. صحيح. ان كانت هي ممكن الناس يستمروا فيها او لا، وهذا مجهود اخر. نحن بنعرف هلا في جزء كبير من المجهود متجه نحو المجهود الاغاثي اللي هو صحيح. تامين مكان، ان كان مراكز ايواء، تامين الماكل والمشرب والملبس لكل المتضررين من الزلزال، في حين تتكشف باقي الأمور. يعني مثل ما بينقال تتكشف واقع من يومين الكارثة مؤلم قاسي جدا. شفنا بعض الأبنية اضطرت المحافظة لإزالتها لأنه هي أساسا مهددة. يعني نحن بدل ما يكون العدد، أنه نحن عم نحكي عن أرقام 15، رح يكون أكثر من ضاعف العدد، لأنه في ناس ما بتقدر لو ما نزل بيتها هي تعرضت للتشقق للتصدع. لهيك في لازم يكون في تشبيك كثير كبير بين المحافظة، المجتمع الأهلي، جميع الجمعيات الخيرية ليقدروا بأسرع وقت ممكن. اليوم في كثير من الناس بمراكز الإيواء، نحن بنحكي عن برد قارس اليوم، الطقس كثير قاسي، يعني نحن بقلب البيوت ما عم نقدر نتدفى، فكيف الناس اليوم بمراكز الإيواء إن كان بحلب، بحما، باللاذقية، بإدلب؟ يعني الواقع مؤلم جدا. قد ما حكينا يمكن ما بنقدر نوصل الصورة الحقيقية على صحيح. الأرض حلوة. صحيح نور، نحن طبعا ندعي الناس، في جزء من العمل بده تعاون أيضا صحيح. من الناس قدر المستطاع. يعني اليوم شدنا حالات ببعض المحافظات، الأهالي عم تقعد بالشارع مقابيل بيوتها لحتى تشوف إذا البيت تقدر تطلع عليه أو لا، وبالتالي فهذا كمان عم بشكل عبء على الفرق الإغاثية. فطبعا الأمانة السورية للتنمية وغيرها من المؤسسات وحتى المحافظات طرحت أرقام لبعض المهندسين المتواجدين اللي ممكن يساعدوا بهذا الموضوع لحتى يسرعوا عملية الكشف، وقالت أنه أي حدا بشك أو في شقوق، وخصوصا بالأماكن المتضررة بحلب الشرقية اللي هي أساسا كانت متأزية من الإرهاب، فأنه فورا يبلغ لحتى يتم معاينة هذا الموضوع. اليوم رح نحكي عن تجربة أيضا من التجارب السوريين، شفنا مبادرات كتير انطلقت إن كان من المجتمع الأهلي أو من الشركات الخاصة اللي حاولت تقدم المساعدة قد ما بتقدر. مبادرة من المبادرات اليوم رح نحكي طبعا بالنسبة لدعم الناس اللي تضررت منازلها، رح نشوف تساؤلات عن موضوع التشققات بالمنازل وما إلى ذلك والأبنية المتصدعة. طبعا كيف بيتم تقييم هذا الشيء وخطورة هذا الموضوع؟ ما أحد الشركات اللي وضعت نفسها جاهزة للناس لحتى تساعدهم بهالموضوع. رح يحكي معنا الأستاذ وسام الشيشكلي، مهندس وصاحب مشروع للتقييم الهندسي. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم. يا هلا. أهلا وسهلا فيك. خلينا بالبداية نحكي عن هي المبادرة اليوم. مثل ما حكينا ببداية الحديث والمقدمة، كثير من الناس اليوم ما قدرت ترجع لبيوتها لأنه هي مهددة بالانهيار. في بعض التصدعات، التشققات، في لجنة بتجي بتكشف إن كان من المحافظة، بس بنعرف أن المحافظة عليها ضغط كثير كبير. صحيح. لهيك في مبادرات كثير إنسانية عم تكون على أرض الواقع، منها الاستشارة الهندسية المجانية لحضرتك. صحيح. وللشركة خلينا نحكي عنها، كيف عم يتم التواصل، شو هي المبادرة، وممكن نذكر الرقم هلا عبر الشاشة لأي حدا حابب يتواصل، لأنه تمام. بنعرف اليوم قديش مهم المأوى للناس ضمن ظل الظروف القاسية اللي عم نعيشها. أكيد. هلا نحن لاحظنا إنه حالة هلع كتير كبيرة صابت العالم، حتى بالمناطق اللي ما تضررت. صحيح. بالمحافظات اللي ما تضررت، صار أي حدا عنده ولو تشقق بسيط عم يخاف من البيت، عم يخاف ينام ببيت، عم يخاف على أولاده. فنحن حبينا انه نحن نكون نجاوب على هاي العالم، لانه صاير في ضغط كتير كبير. يعني صعب انه اللجان تلحق على كل الابنية، وصعب انه يصير تقييم لكل الابنية بوقت واحد. فنحن حبينا انه نقدم مبادرة بحيث انه نخفف هذا الضغط، ما تضل العالم خايفة، خاصة انه انتشرت كتير اشاعات وانتشر كتير حكي على الانترنت، سواء انه حيصير زلازل تانية او سواء عن انه اي حدا عنده تشقق ممكن بيته يقع. فنحن حبينا نقدم الخبرة الهندسية الموجودة عنا، ما انا قادرين انه نكون موجودين على ارض الواقع بكل المحافظات، وحبينا انه نقدمها عن طريق صور على الواتساب.
طبعا مع معلومات كاملة عن الأبنية، عدد الطوابق، المنطقة. واجهتنا المشكلة الأكبر اللي واجهتنا إنه في أبنية مؤلفة من 6 و7 طوابق بالمحافظات، عم تكون كلها بلوك، ما فيها أعمدة، ما فيها أي عناصر إنشائية. فعم نستفسر عن الوضع الكامل للبناء بحيث إنه تكون الحالة واضحة 100% عنا. طبعا في حالات ما بتبين بالصور، هي الحالات من إلا إنه يتم الإخلاء بشكل يعني للاحتياط، وتستنى اللجنة لحتى تصل لعندها. الحالات اللي عم تكون واضحة عنا إنه ما فيها شيء، في حالات جدا بسيطة، 90% من الحالات اللي وصلتنا هي حالات جدا بسيطة، تشققات بالدهان بالطينة، بس بسبب الهلع الكبير العالم عم تخاف منها، أو هي أغلبها تشققات موجودة من قبل الزلازل، بس العالم صارت هلأ تلاحظها، يعني العالم صارت تدور عليها دوارع يعني. صحيح. فنحن حاولنا أن نخفف. طبعا في حالات للأسف كانوا أهلها قاعدين فيها وهي شبه قايلة للسقوط، ما عندهم مأوى تاني، ما لهم عارفانين أنه هنن يطلعوا ولا لا. كمان هي الحالات دغري خبرناها نحن أنه لا، طلعوا، المبنى خطير، لازم تجي لجنة، ما فيكم تفوتوا على البيت لحتى يصير التدعيم المؤقت. يعني هاي الحالات أكثر حالات اللي واجهتنا، يا إما حالة بتكون واضحة أنها سليمة 100%، يا إما حالة مشكوك فيها، يا إما حالة لا واضحة أنها خطيرة وسكانها قاعدين فيها. طيب أستاذ، عم تقدموا خلينا نقول هاي المبادرة باللاذقية وحلب ودمشق وحماة، ولا بلشتوا شوي شوي يعني حتى نعرف تفاصيل أكثر عن هذا؟ هلا نحن بالنسبة للاستشارة المجانية على الواتساب، نحن غطينا كل المحافظات، يعني نحن وصلتنا تقريبا بحدود 12,000 حالة. طبعا أول 4-5 أيام كان في ضغط هائل، بس الحمد لله نحن قدرنا نغطي كل الحالات اللي وصلتنا. طبعا الموضوع كان صعب جدا لانه انت ما فيك تجاوبي اي حاله لحتى تندرس 100%. صحيح. يعني اي جواب غلط لا سمح الله هي مسؤوليه كثير كبيره. صحيح. فاول كم يوم كان في ضغط هائل، اول 4-5 أيام كمان اتصالات، انتشر الرقم، صار في عالم للاسف العالم من الهلع صار تفكر رقم دفاع مدني، رقم السلام العامه كذا، فالاتصالات 24 ساعه حتى الساعه 5 6 كثير كبير عليكم اليوم وعلى المحافظه وجهود عم تتكافى اليوم لتقدر تمد يد العون المساعده. كنا نحكي مع حضرتك عن المبادره، خلينا نرجع هيك ولو بالارقام اذا في مجال، كم حاله عاينتوها، كيف كان الوضع ببعض المناطق، اذا فيك تذكرنا مناطق معينه انتم اشتغلتوا عليها؟ هلا الحالات تقريبا هن اكثر من 12,000 حاله، تركزت اكثر شيء بمناطق حلب، جبله، حماه، سلميه، ريف اللاذقيه، القرداحه، اسطامه، كل هاي المناطق كان في منها حالات، كان في منها ضغط شديد. بالاضافه كمان للمحافظات الثانيه، حمص، السويداء، دمشق، يعني كل تلقينا حالات من كل المناطق. مثل ما قلت لك المناطق المتضررة كان فيها الحالات الأكبر، كانت فيها أضرار واضحة، بس المناطق الثانية كانت حالات مثل ما قلت لك هي هلع وخوف. طيب من خلينا نحكي استاذ جسام معك عن الحالات، يعني إذا بدنا نوسع أكثر لكثير من الناس، مثل ما بنعرف في ضغط كثير كبير على المحافظة، إن كان في اللاذقية، في حلب، لتعيين كافة المباني اللي حصل فيها تصدع. خلينا نحكي في بعض الحالات اللي هي ممكن الناس ترجع، في ناس خايفة ترجع على بيوتها، شو هي الحالات؟ يعني نحن عم نشوف كان شقوق بالحيطان، اذا قلنا بالجدران، عم نشوف الابنيه مثلا، في حالات كثير عم نشوفها بيقول لك العمود البنايه موجود بس زايح عنه الحيط شوي، هي بتبقى ولا لا؟ ويمكن الكارثه كمان ورجتنا في كثير من الابنيه هي مخالفه للمواصفات، هون اساسا يجب محاسبه جميع المتعهدين، وهذا ملف اخر يجب طرحه بالايام المقبله. خلينا نحكي عن هي الحالات للعالم تستفيد اليوم، لكل حدا مثلا عنده شق او تصدع بقلب البيت، خارج البنايه، داخل البيت، شو هي الحالات الآمنة اليوم لأنا ممكن أرصدها؟ تمام. هلا مثل ما تفضلت حضرتك، الحالات اللي فيها مخالفات، ما فيها أعمدة، ما فيها عناصر إنشائية، ما لها مصبوبة على أساسات الإنشائية، وما لها مأخوذة مواصفات الكود بعين الاعتبار فيها. صحيح. هي مواصفات خطيرة، هي عفوا حالات خطيرة، إن ما كانت هلأ، ما كان فيها هلأ أضرار، فهي خطيرة للمستقبل، يعني بنخاف منها بأي لحظة.
اغلب الانهيارات اللي صايره هي صايره بهي الحالات، هي الحالات اللي فيها المخالفات او حالات اللي هي ابنيه نظاميه ومنزاد عليها طوابق مخالفات. هي اغلب الحالات. البناء النظامي كم طابق اذا بنقول بنزيد عليه؟ حسب المنطقة. هلا اذا زاد على اساس انشائي وكان في دراسه لهي الزياده ما في اي مشكله، بس اذا زاد بلوك بدون عناصر انشائيه هون بصير عندك مشكله. صحيح. صراحه باللاذقيه وبحلب في كثير ابنيه مبنيه 6 و7 طوابق فقط بلوك بدون عناصر انشائيه. هي كانت جدا خطيره. طبعا هلا نحن عندنا الخطر، يعني إذا عم نحكي نحن عن مبنى نظامي مؤلف من عناصر إنشائية نظامية، هلا عندنا العناصر المعمارية اللي هي جدران البلوك، خطرة إذا كان فيها تصدعات كبيرة هي أول شيء ببين فيها التصدعات، يعني هي أضعف شيء بالبناء، فبيكون خطرة بموقعها، ما في خطر إنشائي على المبنى ككل، خطر إنه لا سمح الله توقع على الشارع أو توقع على قلب البيت. بعدها بيجي الأسقف والجوائز، الأسقف والجوائز هي أول العناصر الإنشائية اللي بتتأثر، كمان خطرها بيكون بموقعها أو على على الشيء اللي فوقها. أما نحن اللي بنخاف منه هو موضوع الأعمدة. الأعمدة لازم تشققاتها تندرس بشكل واضح، لأنه هي أساسات البناء. تماماً. طبعاً التشققات لها كتير معايير لازم تتاخد، يعني لازم تتاخد مكانها، الزمن تبعها، عرضها، عمقها، شكلها، يعني في كتير معايير لازم تاخدها، لازم ناخدها بعين الاعتبار حتى نقدر نحدد هل هي خطيرة أم لا. تمام. أستاذ وسام، يعني اليوم بما أنه حكينا في كتير مشكلات بتظهر على الأبنية بعد الزلازل، خلينا نقول شو اللي بيكون قابل للترميم، وهل في إمكانية لإيجاد حلول؟ في ناس بتخاف حتى أنه لا نحن رممنا، يا ترى أنا ممكن يرجع يوقع بأي زلزال قادم أو لا، ففينا نحكي شوية تفاصيل عن هذا الموضوع؟ هلأ مثل ما حكينا نحن أي مبنى مبني بشكل نظامي وفق مواصفات الكود كتير صعب أنه ينهار بالزلازل، لأنه نحن الكود عندنا فيه عوامل أمان كتير عالية. فأي مبني، أي مبنى صاير مبني على مواصفات الكود وتنفيذه جيد، هذا مو بيرجع طبعا لحسب درجة الهزة الأرضية. يعني مثلا نحن شفنا بتركيا أبنية نظامية، ولكن لأنه درجة الزلزال كانت كبيرة نزلت المباني على الأرض. تماما. هلا هي الحالات بيكون مو مأخوذ فيها قوة الزلازل بعين الاعتبار، وبيكون في مشكلة بالتنفيذ. يعني نحن تقريبا انت عم تحكي عن مدينة فيها خلينا نقول 200,000 مبنى، نزل منها 3,000-4,000 مبنى، فهذا هي النسبة تعتبر قليلة. انا عم بحكي طبعا المباني ممكن تتأثر، بس انا عم بحكي على الانهيار التام اللي بيتم بنفس وقت الزلزال. هي المباني اكيد فيها خطورة، انه نحن عندنا عوامل امان جدا عالية، اذا كان التنفيذ جيد واذا كانوا وفق المواصفات فكتير صعب انه مبنى ينهار، بيعطي كتير علامات قبل ما ينهار. في كتير تشققات بتصير مثل ما قلت لك، يعني اول شيء ببلش بالبلوك، بالجوائز، بالاعمده، وقت يصير بالاعمده بصير تشقق خطير حسب شكله. طبعا في كمان شغلات بتساعد، نحن عندنا 99% من الحالات اللي وصلتنا كانت فيها مشاكل رطوبه هائله، خاصه بالمناطق الساحليه الرطوبه مشكله كتير كبيره، ما عندنا وعي لها. الرطوبة بتاكل البيتون، بتسبب صدأ الحديد. أغلب التشققات اللي كانت عم تجينا هي تشققات رطوبة. الرطوبة عنا ما حدا بيفكر إنه يحلها بشكل من جذورها جزري. بشكل جذري العالم بتغطيها وتفكر حالها حلت المشكلة، هي زادت المشكلة، لأن الرطوبة وقت تكون عم تتهوى بتكون عم تنشف أو ما عم تسبب عفونة، وقت أنت تغطيها وتتركيها بتأثر بشكل كبير. ختاماً خلينا نذكر رقم سريعاً على شاشة الإخبارية لأي حدا حابب يأخذ استشارة مجانية هندسية للاطمئنان على بيته. خلينا لأنه بدنا نختم خلص وقتنا، بس نذكر الرقم فيهم يتواصلوا معكم على الواتساب. تمام. نحن رقمنا 0962420665 على الواتساب، فيهم يتواصلوا من أي محافظة بسوريا. إذا البناء كان وضعه خطير بدمشق ومحيطه، نحن ممكن نطلع بشكل مجاني كمان نكشف على البناء. تمام. بحيث لحتى يوصلهم دور من المحافظات أو من البلديات يكشفوا عليهم. أكيد جهود
جميلة عم تقوموا فيها، مشكورين، وتحية لكم، تحية لأي حدا اليوم قادر يقدم أي مساعدة على الأرض. شكرا كثير لك. شكرا لك أستاذ وسام شي شكلي، مهندس وأيضا صاحب مشروع طبعا حاليا خلال هي الفترة مجاني لحتى دعم الناس ومساعدتنا. شكرا لك. شكرا لكم.